طبعا حتى الآن يظل الشرط أنه يجب أن يكون هناك مساحات قبل المباراة. كيف ستتعامل الأندية مع هذا الأمر؟ معنا الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا أهلا. أول حاجة الحمد لله، أول حاجة الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. طبعا أنت طبعا عارف، أكيد عارف شعبيتك قد إيه في اسكندرية، الناس كلها بتحبك. أهلي وحبايبي وبحبهم جدا. فظيع. فالأول حاجة الحمد لله على سلامتك ونورت الشاشة. طيب هنعمل إيه في الأزمة بتاعت المساحات دي؟ هو طبعا كان عمرو بيه الجنايني لما كان هو رئيس اللجنه قال، اجتمع بالانديه وقال ان جاله فلوس من الفيفا وان الفلوس دي مخصصه لعمل المساحات، وبناء على ذلك بدا الدوري العام يتلعب وبقت المساحات بيعملها اتحاد كره القدم. بعد كده انتهى وقت يعني عمرو بيه الجنايني يسلمها للمهندس احمد مجاهد، وبعد كده ابتدوا يعملوا مره يعملوا مسحه ومره يعملوا نوع تاني من التحاليل، وحصل يعني قدر من اللخبطه كده ورجعوا تاني للمساحات. وبعدين اتفاجئنا ان المهندس احمد مجاهد بعت جواب وقال يا جماعه احنا مالناش دعوه بالمساحات، وانتوا لازم تدفعوا المساحات القديمه والمستقبليه، وعايزين من نادي سموحه 3 مليون جنيه.